ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الدكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات. مرحبا بك معنا دكتور نجيب. أسلحة مختلفة جدا على كافة التصنيفات، المتوسطة الخفيفة والثقيلة، إلى أن وصلت إلى الصواريخ البالستية التي باتت تهدد ليس فقط أمن واستقرار اليمن وإنما المنطقة برمتها. لو تحدثنا لو سمحت عن جهودكم، تحركاتكم في هذا الصدد الأممية لوقف تدفق تلك الأسلحة إيرانية الصنع، وهذا الزخم اللامحدود من الدعم الإيراني لميليشيا الانقلاب والحوثيين معا. أولا، مسألة التهريب هذه ليست جديدة، هي حتى قبل الانقلاب الحوثي كان هناك تهريب وبشكل مكثف، وربما لم تكن هناك رقابة كما هي موجودة بعد عاصفة الحزم، بمعنى أن الحوثية اليوم تمتلك سلاح كبير وكميات كبيرة ومتعددة ومتنوعة، ناهيك عن استيلائها على أغلب أسلحة مؤسسة الجيش واستيلائها أيضا على مختلف التقنيات العسكرية وأيضا الأمنية أصبحت اليوم تحت سيطرتها، بمعنى أن الحوثية اليوم هي يعني تعتبر قوة عسكرية ليست سهلة. ومع استمرار تدفق الأسلحة رغم الإجراءات المفروضة، لكن لا يوجد اليوم رغم وجود قرار مجلس الأمن بمسألة تحريم يعني ومعاقبة الدول التي ستدعم أطراف الانقلاب، لكن إيران مستمرة، حزب الله مستمر، هناك مافيا. يعني دكتور نجيب، وهنا جاء سؤالي، ما هي تحركاتكم في هذا الصدد لتطبيق قرارات فعلية لتحريك الملف بشكل دولي واسع لردع إيران على أقل تقدير، يعني أو فرض عقوبات عليها لتكون رادعا لوقف مد الحوثيين في اليمن بتلك الأسلحة المختلفة، والتي كما قلت في البداية، كما قلنا وفي التقرير أيضا استعرضنا، صواريخ بعيدة المدى ومتوسطة المدى وباليستية. مسألة تهريب الأسلحة لم تعد بحاجة إلى أدلة. مثلا المخابرات الفرنسية تنشر تقارير، المخابرات أيضا الأمريكية، مؤسسة الدفاع الأمريكية، تصريحات أعلى المسؤولين في مجلس الأمن، أغلبهم يصرحوا أن تهريب السلاح موجود وأن الصواريخ التي تطلق هي صواريخ إيرانية. طيب يعني نحن بالمقابل دكتور نجيب، هل نشهد تصاعدا في العمليات العسكرية في المعارك مع غياب ملف السلام أو ربما المفاوضات في اليمن على المدى المنظور على أقل تقدير؟ يظل الاتجاه العام لدى الشرعية هو ولدى التحالف العربي واضح، هو أن العمليات العسكرية مستمرة ولا يمكن أبدا إخضاع يعني وقبول الحوثية للحل السياسي ما لم تستمر هذه العمليات العسكرية، وأنا أعتقد أنه سيحصل تصعيد في الفترة القادمة في ظل رفض الحوثية لأي قبول للذهاب إلى طاولة مفاوضات، وأيضا رفضها بشكل كامل للمرجعيات، وأيضا ما زالت مصرة إصرار كامل أنها يعني أن انقلابها هو من يمثل الشرعية وترفض الشرعية المعترف بها إقليميا ودوليا ولا يعترف بها أحد. الحركة الحوثية هي مشروع ومعسكر إيراني ولا علاقة لها باليمنيين، وقرارها مرتبط بطهران وبولي الفقيه وبحزب الله، وبالتالي الحركة الحوثية اليوم اليمنيين صحيح يعرفوا أنها أصبحت عبارة عن ترسانة من الأسلحة لا وظيفة لها إلا السطو والهدم، وأنا أعتقد أنه في تحولات قادمة يعني في تصعيد العمليات العسكرية وتصعيد شعبي اليوم. المجتمع اليمني وصل إلى قناعة تامة أنه لا يمكن إنقاذ اليمن ما لم يتم التخلص من هذه الحركة وتفكيكها كميليشيا وتجريمها كعقائد أصولية كهنوتية تتناقض جذريا مع طبيعة النظام اليمني، كما ناهيك أنها تهديد للجيران، وأيضا تدخل اليمن في صراعات متعددة مع العرب ومع العالم، بما يعني أن مواجهة الحركة الحوثية أصبحت هي الخيار الوحيد في ظل إصرارها على أرفع في هذه المرحلة على أقل تقدير. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرياض.